السلام عليكم. نرجع تاني نتكلم عن السيستم تبعنا اللي هو البارلل فورم. البارلل فورم من السيستمز اللي فيه معلومات كثيرة مهمة وكثيرة يعني بناخدها باي انسبكشن. الآن باي انسبكشن ايش يعني؟ باي انسبكشن يعني مجرد النظر إلها بنعرف هذه المعلومة اللي عندي من النظر للميتريسز تبعت السيستم. هذه الاي ماتريكس بنسميها السيستم ماتريكس، والسيستم ماتريكس هذه بنعرف منها هل السيستم از ستيبل او انستيبل. الان في الطرق الثانيه، الفورم الثاني، في شغل لازم نشتغله لنوصل لهذه النتيجه، بس بالبارلل فورم الشغل خالص. يعني انت بتطلع هذا اي رقم، كل اللي حكيناه لازم تكون الاليمنت في الدياجونال، اي رقم من هدول اكبر من واحد اوتوماتيكلي بقول السيستم انستيبل. وهذه ركز فيها بس للبارلل فورم. البي ماتريكس بنسميها الكنترول ماتريكس. الكنترول ماتريكس هذه تعطيني المعلومه التاليه: لو عند السطر هنا اي واحد يعني موجوده في السطر كله صفار، يعني لو في عندي اثنين اليمنت بده يكون هنا صفر وهنا صفر، هنا عندي 1 element 0 1، اللي لقيت هذه 0 او هذه 0 معناته السيستم is unobservable. مهمة هذه تعرفها، unobservable او uncontrollable. هنا uncontrollable يعني ايش uncontrollable؟ يعني انا بقدرش اغير وضع الستيتس الموجودة هان او اعدل من موقعها اذا هنا عندي 0. كويس؟ فهذا جايين له لاحقا في المساق نعرفك فيه، بس هذه لازم تكون عندي ايش؟ نان زيرو عشان يكون السيستم عندي كنترولبل. الان هذه الماتريكس بنسميها الاوتبوت ماتريكس. الاوتبوت ماتريكس اللي عندي العمود هذا مش لازم يكون كله صفار، او العمود هذا مش لازم يكون كله صفار. لو اي صفر موجود في العمود هذا، مثلا هنا عندي مع انه سطر واحد، لو هنا عندي صفر او هنا صفر، بقول السيستم unobservable. unobservable يعني بقدرش من نظر الاوتبوت اعرف الاوضاع السابقه تبعاته، او انا بقدرش اشوف التصرف تبعه في الاوتبوت، تصرف تبع الستيت. الان هذه واضحه جدا من الرسمه هاي. الرسمه هاي بتقول لي اي كل الستيتس لازم يكونوا موصلات على الاوتبوت للسيستم يكون اوبزرفبل، وهنا كل الانبوت لازم يكونوا موصلين على الستيتس ليكونوا ايش؟ السيستم عندي كنترولبل. هذا الفيدباك اللي عندي هو بحدد لي هل طالما هدول اقل من واحد فالسيستم عندي ايش؟ ستيبل. الان لما اجي بطلع على كل هدول، هذه بسميها نون كابلد ديفرنس ايكويشن. ليش؟ لان كل واحده منهم بس بتعتمد على الستيت تبعتها. هذه معلومات عامه مهمه تعرفها عن البارلل فورم فقط. طب لاهميه البارلل فورم، هل اي فورم ممكن اوديه للبارلل فورم؟ في حاجه بنسميها السيميلاريتي ترانسفورميشن. انا بقدر استخدم السيميلاريتي ترانسفورميشن ماتريكس لحول اي سيستم لبارلل فورم. يعني هاي السيستم اللي عندي الموجود هذا المعرف على تيرم اكس، الاكس هذا ممكن يكون اي واحد من النماذج اللي شفتوها او اي واحد مش موجود على النماذج السابقه. الان السيستم المعرف ك دبليو هنا، دبليو في كي بلس 1 يساوي اي دبليو، دبليو في كي بي دبليو، يو اوف كي، واي اوف كي بدي يساوي سي دبليو، دبليو اوف كي، ودي دبليو، يو اوف كي. هذا على شكل دياجونال او جوردن فورم. يعني هنا الاي ماتريكس هي الاي ماتريكس الموجود فيها الايجن فاليوز موجوده في الدياجونال. هاي البي اللي زي اللي شفناها قبل شوي، البي دبليو والدي دبليو والسي دبليو. طب هذا اللي اوصل لها هاي الديرفيشن تبعتها، بقول لت x of k equal b of w، والb هذه هي similarity transformation matrix، فيصير عندنا x of k plus 1 يساوي b of w of k plus 1 اللي عندي، وين بشوف هنا x بعوض بدالها b w اللي عندي هنا، هذه الموجوده. الان لو ضربت الطرف المعادله هان بالb inverse حتعطيني ايش؟ w of k plus 1 يساوي الb inverse في الa في الb، في البي انفيرس في البي في اليو. هذه
هي الآن اللي عندي الـ AW تبعتي الجديدة، وهذه الـ BW تبعتي الجديدة، ونفس الشيء عملت للـ YK بتساوي الـ C في الـ B في الـ W، يعني عوضت بدل X بـ BW والـ D ضلتها زي ما هي، وهذه سميتها الـ CW. يعني الـ AW هذه اللي هي الـ Diagonal Matrix بتساوي إيش؟ الـ B Inverse في الـ A في الـ B. إذا عندي الـ B Matrix الـ Similarity Transformation، فأنا على طول بقدر أحصل على الـ AW، وبقدر أحصل على الـ BW، وبقدر أحصل على الـ CW اللي هم تبعات الـ Parallel Form. طب من وين أجيب الـ B اللي عندي الـ B هذه؟ الـ B سهلة، أول حاجة بدي أجيب الـ Eigen Values لها، بجيبها من الـ Characteristic Equation، والـ Characteristic Equation بجيبها من إيش؟ الـ Determinant للـ ZI-A، وهذه الديترمنت تبعتها بدي ساوي زيرو، فهتعطيني البولز تبعاتي للسيستم او الايجن فاليوز تبعاتي للسيستم. وبعدها بدي اجيب الايجن فيكتورز. الايجن فيكتور بدي اجيب زي اي ماينس اي في الام اي، وهي الام اي هن الايجن فيكتور تبعاتي بدي ساوي زيرو، والسيميلاريتي ترانسفورميشن بي ماتريكس هي الايجن فيكتور بصفهم جنب بعض بيعطوني الماتريكس اللي انا بدي اياها بدي احول السيستم. فناخذ اكزامبل، هاي السيستم اللي عندي الموجود، هذا مش شكله دياجونال ولا حاجه. الان جبت بدي اجيب الكاركتر الايجن فاليوز تبعتها، بطلع الايجن فاليوز واحده 0.8 وواحده ايش 0.9. الان بدي اجي اطلع عليها، بدي اجيب الايجن فيكتور تبعتها، بدي اقول الزي اي ماينس اي بدي يساوي الام 11 والام 21 اللي هي الام 1 هاي تبعات بدي يساوي 0، ومنه بعوض عن الزي اي، هاي الزي اي اللي عندي بعوض زي 1 في اي، حطيتها انا 0.8 و0.8، وهنا هاي الاي ماتريكس تبعاتي بدي يساوي ام 1 في ام 2 اللي هن تطلع عندي ايش هاي الماتريكس اللي عندي، او ام 2 1 يساوي 0 وام 1 1 بدي يطلع عندي لانه هذا عندي بيعطيني 0، وهذا انا بحدده حددته بواحد، وممكن احدده ب10 بتزبط معي كمان، يعني لو حطيت 10 بيطلع عندي، لانه هذا القيمه تبعته arbitrarily، يعني arbitrarily انا بختارها تلقائي كويس. والزي 2 الزي 2 هنا بدي اجيب الام 2 بجيبها بنفس الطريقه عندي، فبطلع عندي هنا في من هذه ايش هي الام 22 بيساوي 1 والام 12 بيساوي 10، او البي تبعتي هاي الشكل تبعها الموجود عندي، يعني لو هنا حطيت 10 بزبط عندي 10 10، هذا فالانفرس تبعها هي بحطه على الشكل هاي البي وهاي البي انفرس. الان بدي اجيب منها الايش الاي دبليو اللي عندي. الان هذه من الشغلات اللي عندي، لما حطيت هاي اي هاي 1 في 10 0 1 في هذا الانفرس تبعها في البوينت 8، وضربت اول المنت طلعت هاي، وضربت في البي اللي عندي فطلعت هاي هذه الاي دبليو دياجونال. الان البي دبليو اللي عندي بدي اضربها في ايش هاي البي ماتريكس البي انفرس، بدي اضربها في البي ماتريكس وتعطيني ماينس 10 1، وهي السي دبليو بدي يساوي السي اللي عندي وبضربها بطلع عندي تطلع 1 0. الان العشرة اللي هان ممكن اجيبها بهذا الاتجاه، لو انا حطيت العشرة اللي عندي في الاول في الاربتراري هان نفس الطريقة، بس ما علينا العملية يعني هان او هان هذه بقدر انقل فيهم زي ما انا عايز هذا الجين، لانه اللي بتشوفه هان زي ما قلت هي دول هان، يعني لو هان عشرة هنا حيكون 1، هنا 1 هنا بده يكون 10، فالضرب تبعهم بده يكون، او خلينا نقول الحاصل الضرب تبعهم بده يكون بيساوي، يعني هذه في هذه بده يساوي سالب 10، وهذه في هذه بده يساوي 10، هذا اللي شفناه في السيستم الاولاني. فبشكل عام لما نيجي احنا بنحكي عن المعادله اللي هان اللي بهمني التالي، انه هنا فيش عندي نون زيرو، يعني فيش اي قيمه هنا عندي زيرو، وهنا في اللي عندي نفس الشيء فيش اي قيمه بتساوي زيرو. لهذا السبب بقول السيستم عندي الان هذا observable وهذا controllable، وهذه هاي الدياجونال
هذا ايش؟ ستيبل، وهذا اللي وصلنا له سابقا في المعادلات تبعنا. هيك بنبقى خلصنا تشابتر 2، في لكم مسائل هوم ورك موجوده بتقدروا تحلوها، وان شاء الله يعني هيك في المناقشه احنا اللي عملناها للشباب هذه الشغلات موجوده يعني بالمختصر، موجوده جزئيات، والمغطى نهنش في الكتاب موجوده هنا بشكل اساسي. هيك بنبقى خلصنا تشابتر 2 بالتكست بوك، ويعطيكم العافيه.